أن أولويات التربية تحتاج إلى رفع مستواها في 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 مخططات التعليم عندنا. الملاحظة الأخرى أن الغالب ذكروا هموما تتعلق بصلتهم بالله وبالأخلاق، وهذا شيء راقي يؤكد الكلام الذي قلته في رقي شبابنا، قابليتهم للرقي. القليل الذين اشتكوا الأمور الدنيوية المحضة، هذه يمكن 5 أو 6 ذكروها ضمن أشياء، لكن عندي مثل 14 تكلموا عن الدين وأحوال الأمة. يعني صحيح. الضمائر، النظافة، الحفاظ على البيئة، الأخلاق في التعامل، البركة، قلة الدين. هزني كثيرا وأثر فيه الشاب، أسأل الله أن يبارك فيه، الذي قال: أشكو إليه من نفسي التي تغلبني في كثير من الأحيان على فعل الأخطاء والمعاصي. أول واحد. نعم، وفي واحد أيضا آخر. نعم، أول واحد، وفي واحد في الأواخر أعتقد كذلك آخر واحد قال هذا الكلام، وقاله بحضور قلب، يعني بصدق، تشعر بالصدق وهو يتكلم به. أيضا أثر في الفقير إلى الله فكرة نقد الذات عند الشباب. صحيح البنات اشتكوا من الأولاد والأولاد اشتكوا من البنات، لكن أيضا فكرة نقد الذات، يعني نفسي، ضعفي. هذه المسألة تدل على أن قابلية الخير في شبابنا كبيرة لو وجدت من يعين، وعلى أنهم هم لو اتخذوا بعض الخطوات. ما دمت أيها الشاب أدركت، يعني ما دمت أدركت أن هذا خطأ وأن هذا الذي ينبغي أن يكون، هذا شيء راقي منك، أنك انتصرت على كذب نفسك عليك وفهمت أنها هي التي قادتك إلى الخطأ. الذين يقولون الظروف والضغوط، أنت الآن خرجت من هذه الضبابية إلى رؤية الواقع بشكل جلي. الآن الخطوة الثانية، ما الذي ستفعله حتى تتجاوز هذه المشكلة؟ ما البيئة التي ستحتك بها؟ ما الوقت الذي سترتبه؟ ما القرارات التي ستتخذها مستعينا بالله سبحانه وتعالى؟ الخلاصة أنني مرتاح لمستوى التقرير الذي رأيته أمامي، وهو يحملني ويحملك يا أستاذ عمر، ويحمل كل من له صوت توجيهي في هذه الأمة، صوت مباشر أو قدرة على توجيه من يتكلم. المسؤولية كبيرة أمام الله عز وجل سنقفها قبل أن نشكو من صياعة الشباب وضياع الشباب ومسخ شخصية الشباب والتقليد الأعمى للغرب وعدم الثبات على القيم والانحلال وتضييع الثوابت وعدم وين كنا نحن وإيش الجيل التعبان هذا. لا، نحن الذين لم نؤدي أمانة البلاغ للجيل التالي. هناك شعلة أو راية أباؤنا أوصلوها إلينا وسلموها لنا، نحن لم نسلمها للشباب. فقبل أن نلوم الشباب ينبغي أن نلوم أنفسنا ونفكر كيف نعود مرة أخرى لنؤدي دورنا تجاه هؤلاء الشباب، وسنجد الخير الكبير في شبابنا. لكن صدقني، الواقعون في المخدرات، الضائعون في السهرات، المرتكبون للحماقات وللمنكرات، هؤلاء كنوز موجودة في الأمة، لو وجدت من يمسح التراب عنها، صدأ لو وجدت من يجليه، سترى من هؤلاء الشباب عجائب تنتهض بهم الأمة. بتشعر أن الهموم المشتركة بين الشباب، هل دي أزمة مجتمع ولا أزمة شباب؟ هي أزمة مشتركة. الكلام هذا لا يخلي الشباب من المسؤولية. كلكم يعني وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. يعني الكلام لا يعفي الشباب من المسؤولية، لكن هناك مسؤولية كبيرة على المجتمع، على المدرسين، على الخطباء، على الإعلاميين، على المسؤولين، مسؤولي التربية والتعليم، مسؤولي الإعلام. يعني الكرسي دوار، وعن قليل تفارقه بل تفارق الدنيا كلها، لكن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني أيها المسؤول، الوزير، الوكيل، أيا كنت، أكبر أصغر، يعني الدنيا قصيرة وأيامها قليلة، وهؤلاء الشباب أمانة في عنقك من خلال ما تستطيعه، المكان الذي أقامك الله فيه. وأخيرا المسؤولية الكبرى، الآباء والأمهات. طيب، يعني يمكن كلام جميل، احنا النهاردة بنقول الآباء والأمهات والمجتمع والمدرس في المدرسة، لكن أنا النهاردة عندي شاب زي ما شفنا في التقرير يواجه من صعوبات الحياة الكثير، بيتكلم على مشاكل الغلاء، البطالة، قلة البركة، مش عارف يتجوز، وأحيانا بيصل إلى مرحلة إما التدين الشديد أو الابتعاد عن الدين بشكل كبير. هذا الشاب إزاي أقدر أديله ثقة في نفسه، وأديله ثقة في دينه، وأديله ثقة في ربه وفي دينه، إن هو يعود مرة ثانية، وإن هو يقدر يواجه
وإن أقول له مش كلام، أقول له حاجة ممكن يعملها فعلا تكون مفيدة لي في حياته. اتخذ قرار أن يكون لك دور، لا يستطيع أحد أن يسلبك دورك. الشباب صدقوني لا يستطيع أحد في العالم أن يمنعك من أن يكون لك دور، لا يستطيع أحد، لا قوة كبيرة أو صغيرة أو داخلية أو خارجية، أو إذا كان أحد الوالدين سيء أو المسؤول سيء أو أي المجتمع السيء، لا يستطيع شيء أن يمنعك من أن تكون جيدا. هذا قرارك. نعم تقصير من حواليك يصعب عليك الأمر، لكن أيوجد في مجتمعك شباب جيدون ناجحون صادقون مستقيمون مستقرون؟ يوجد أو لا يوجد؟ اصدق مع نفسك، ما دام يوجد إذن يمكن أن تكون مثلهم. القضايا التي تشكونها حقيقية، أنا لا أسفه الآراء، لكن أنت أحد هذه الحلول، أنت ضحية المشاكل وأنت مفتاح الحل. أنت الشباب بقدر ما يفسح لك، بقدر ما تجد من منفذ تستطيع أن تحصل به شيئا لبنائك في داخلك، في ذاتك، في فهم دينك، في أخلاقك، في عملك، في علمك، فيما يمكن أن تقدمه، ابذل الجهد وأنت مستعينا بالله مطمئن القلب إلى أن الله لن يتركك سبحانه وتعالى. وكلما حصل لك شيء من الإشكالات أو العقبات أو شعرت أن شيء صعب، قم توضأ وصلي ركعتين وقل يا رب، وانظر كيف يعينك سبحانه وتعالى. اتهم نفسك، أنا قصرت في الذنب الفلاني لم أتوب منه، ارجع توب، ومهما أذنبت مهما قصرت ارجع إليه سبحانه وتعالى. ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة، اصدق في إرادة ترك المعصية والإقبال على الله، ستجد كيف يفتح الله تعالى لك الأبواب من حيث لا يخطر لك على بال. هذا ليس حديث تلفاز فحسب، هذا ليس كلام إنشاء، هذا شيء عشناه وشعرنا به، ولنا إخوان وأبناء من الشباب مروا بأسوأ مما يمكن أن يخطر على بالك، وفيهم عدد غير قليل هم الآن الحمد لله على أفضل حال، لأن الله قد أكرمهم وقرروا اتخذوا قرار. فالقضية قضية قرار عزم، يعني يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وإذا عزمت فتوكل على الله. نعم. لفت نظري مولانا برضو يعني شكاوى من تدهور الشباب، بيتكلموا على تدهور الأخلاق وتفشي الكذب والنفاق والظلم والأنانية، وأيضا من عدم التحمل والصبر وسوء العلاقات والمعاملات بين الناس. الجيد أنهم شكوا من ذلك، معنى أن الإدراك كما قلت قبل قليل الواقع موجود. لكن إذا التفتوا سيجد الشاب يكذب والشابة تكذب، الشابة تخالف الأخلاق والشاب يخالف الأخلاق. فبعد أن تتخذ أنت القرار أيها الشاب على أن تكون شيء، على أن تؤدي دورا، على أن تعيش المقصود من حياتك، ابدأ في التفكير في من يكون مثلك في من حواليك، وابدأ في التفكير في كيف تؤثر في من يحيط بك بالنصيحة، بالكلمة الطيبة، بالقدوة، بالثبات. رأيتهم هم يتزحزحون، أنت لا تتزحزح. رأيتهم هم يتساقطون، أريهم كيف الثبات يكون، وأشعرهم بالمحبة، لا الاستهزاء ولا الاحتقار ولا الانتقاص، بمعنى أن يكون لك اهتمام بمن حواليك. لا تقول أنا عندي من المشاكل ما يكفيني، لأن سنة الله جرت بأنك إذا اهتممت بمن حولك يعطيك الله عز وجل مددا من عنده، هو يعينك، إذا رآك تعين خلقه أعانك هو سبحانه وتعالى. فبالاهتمام بالمحيط القريب، الدائرة القريبة، الأخوان والأخوات، الأشقاء وغيرهم، الأبناء العمومة، الزملاء في المدرسة أو في العمل، الجيران، البيئة المحيطة بك المباشرة التي تحتك بها بكثرة، العملاء إن كنت في عمل، هؤلاء ابدأ فيهم هم أن تكون قدوة لهم، صبورا طويلا النفس في التعامل معهم، تشعرهم بأنك تتوقع منهم أن يكونوا على خلق وعلى استقامة وعلى إتقان، مع التنبه في التعاملات عدم الإغفال. تبدأ أنت مع القدوة والحث تكون أحد المشاعر التي تضيء، تصبح أنت أحد أسباب التغيير. لكن لا ينتظر الناس أن ينزل تغيير هكذا من السماء في يوم وليلة. يعني يا شباب أنتم الذين تغيرون، لا تنتظروا أن ينزل التغيير هكذا من السماء. ابدأ أنت في سلوكياتك، اثبت على الصواب وخاطب غيرك بالصوابية بالأسلوب المناسب، وأشعرهم أنك تتوقع منهم ذلك، يبدأ الصواب ينتشر. وتوقع سترى في الطريق سيئين، ليسوا بسهل أن يصلحوا أن يصلح حالهم، أو سترى من يسيء التعامل مع أخلاقك. اصبر واعتبر هذا نوع من التكفير للسيئات السابقة، واعتبره تحدي، نحن شباب نحب التحدي. اعتبر هذا الذي عملته بالأخلاق ومع ذلك هو سيء، اعتبره تحدي أمامك، كيف تستطيع أن تثبت، كيف تنجح في الثبات بحيث لا ينجح هو في زحزحتك، لا يهزمك فيجعلك تتراجع عن الأخلاق.
تثبت أنت وتريه ثمرة الثبات كيف تكون، ربما وفي كثير أو في غالب الظن سيصلحه الله، أو إن لم يصلحه الله ستتجاوزه إلى ما بعده ولن يؤثر فيك. المهم ألا تجعل قلة الأخلاق التي تشتكيها، لا تجعل الضغوطات التي حواليك يأسك، توصلك إلى اليأس أو توصلك إلى تبرير الخطأ عند استسلامك له. تمام تمام، لا يوجد مبرر. طيب لا يوجد خطأ مبرر. البنات بيشتكوا من المعاكسات، بيتكلم واحدة بتقول لك يعني الشباب واللي بيعملوه فينا، والشباب بيقول لك لبس البنات، كذا حد بيتكلم عن لبس البنات، يعني شايف الشكاوى متبادلة ما بين البنات والأولاد في المعاكسات والعنوسة وتأخر سن الزواج. أي الحمد لله، نصيب من الشكاوى المتبادلة. الحمد لله، يعني الناس كانوا يقولون أنتم الدعاء والمشايخ يعني زودتوها، الفتن والبنات، الفتن والبنات والحجاب وكذا وكذا، والشباب ينبغي أن يعفوا ويغضوا البصر، وكأننا نحن نختلق مشكلة غير موجودة. التقرير الآن يوضح أنها مشكلة موجودة، والشكاوى الآن أمامنا تأتي من الشباب أنفسهم. نعم، هذه الشكاوى تأتي من الشباب. وأقول هنا لكل شاب يستسهل اصطياد البنات أو استمالة عقولهن أو استغلال ضعف بعضهن، يعني كما تدين تدان، إن كانت لك أخت يعني توقع أن تأتي تؤتى من حيث لا تشعر، وإذا جاء هذا المعنى فلن تستطيع لا بضربها ولا بحبسها ولا بالتشديد عليها أن تدفع هذا الأمر، أن تدفع أن تقع هي في إشكال، تريد أن تدفع وقوعها هي في إشكال مماثل، أن تكف عن بنات الناس. إذا لم تكن لك أخت غدا تكون أب، ستكون لك بنت. إذا لم تكن لك أخت ولا بنت غدا ستقف بين يدي جبار السماوات والأرض ويحاسبك. وأقول ابنتي الشابة وأختي الشابة، لا يأخذك معسول القول، نعلم أن بناتنا اليوم يشتكين من تقصيرنا نحن معاشر الآباء في إغداقهن بالعطف، لكن لا تجعلي الجوع إلى العطف إلى المشاعر يضعفك أمام من يدعي الحب والهيام والغرام، من يتغزل ويشعرك بالاهتمام ويشعرك بجمالك ويعدك بالوعود الطويلة. صدقيني الكثير من الشباب الذين يفعلون ذلك يفكرون بمنطق هذه للتسلية، لكن عندما يقرر أن يتزوج فلا يمكن أن يقبل أن تكون هي زوجته. فاعملي لنفسك سورا من الحفظ يحفظك الله سبحانه وتعالى ويعفك ويهيئ لك الزوج الصالح. اسمحي نطلع فاصل ونرجع تاني فاصل ونعود. لو رأك لأحب، لو رأك لأحبك. عدنا من جديد، ويعني يمكن مولانا برضو من ضمن الشكاوى اللي احنا شفناها في التقرير بيتكلموا على الجهل بأمور الدين وبعد الناس عن الصلاة وقلة الدين وحال المسلمين. هذا كلام مهم، لكن خطر في بالي أثناء الفاصل معنى في السؤال الذي قبله إن أذنت لي. تفضل. لما قلت نتخاطب عن الشباب والبنات في مشكلة المعاكسات والتعديات أو استمالة بعض البنات للشباب وكذلك الشباب يفعلون، أقول البنت التي يعني يسهل عليها أن تعرض جسدها إذا خرجت، يعني يا ابنتي بمحبة صادقة لك، أنت درة غالية، لا تجعلي نفسك عرضة لهؤلاء المصطادين. صدقيني أنت لست سيئة، وحاجتك إلى الإحساس وإلى الشعور وإلى المحبة هي التي قد تقودك إلى مثل هذا الأمر، لكن لو استسلمت لهذه الحاجة، لو استسلمت لهذا الشعور ستكونين سيئة. أنت لست سيئة، لكن قد تكوني سيئة لنتيجة ما تجنينه من ذلك. لا يوجد إنسان صادق في حبك يرضى أن يعبث معك أو يعبث بك، لا يوجد صادق في حبك يصر على أن يصورك في هيئات غير حسنة أو يصور مفاتن من جسدك بدعوى أنه يريد أن يحتفظ بشيء للذكرى. اليوم الإنترنت ملآن بمقاطع الفضائح لكثير من البنات لا يكون مثلك، طيبات وطاهرات راغبات أن يأخذن نصيبهن من المحبة، أن يشعرن بأنهن فتيات بآدميتهن، لكن وجدوا من غاب عنهم مراقبة الله عز وجل. فلا تجعل